إذن هذه قناة 24 باللغة الهوسة، وأحد زملائنا هناك المدير البرامج في هذه القناة. يعني احنا سعداء ان تكون معنا الليله في تدشين هذه القناه، نسال الله لكم التوفيق. آمين. مطالب منكم الحقيقه الجهد، وزملائك هناك باذن الله عز وجل. نحن اسعد ونسال الله تعالى ان يثيب حكومه المملكه العربيه السعوديه بالخير على دعمها من هذا الجانب ان شاء الله، الذي يبث الوعي في الشعب الافريقي ككل وفي شعب النيجيري المتحدث بالحوسه باذن الله. ستقدم نعم تفضل. وانا كذلك ايضا ابو سعود الذي هو رائد هذه القنوات، جزاه الله خير على دعم هذه القنوات، جزاه الله خير، بارك الله فيك. تفضل. قولها باللغه الهوسه. منا غودياغا الله سبحانه وتعالى، غودياغا حكومه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان abu sabuɗe wannan tasha da yayi. Ina wakilta dukkan wani mai magana da yaren Hausa cewa wannan tasha insha Allah za ta iya kokari wajen wayar da kai da kuma karantawa ta hanya wadda take da taciya da iznillahi ta'ala. Allah ya saka wa mamlaka da alkhairi, Allah ya saka wa Abu Saud da alkhairi, Allah ya saka wa biyuf din mu gaba ɗayan su da alkhairi. Muwaffaq insha Allah, muwaffaq. Shukran sabr. Tatqaddam aidan hadhihi alqanat kama qulna baramij mutanawwa'a سياسية ودينية واجتماعية، كما تقوم بإبراز جهود المملكة في خدمة الإسلام والحرمين الشريفين. تمنياتي لهذه القناة ولشقيقاتها أيضا التفوق والنجاح في مسيرتها الإعلامية في كشف أو في تسليط الضوء على الإسلام الوسطي وعلى التسامح الذي تقوده المملكة العربية السعودية بوسطيتها وبانتشارها في خدمة بإذن الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. شكرا للزملاء الأساتذة الدكتور عايد المناع، الأستاذ مؤنس المردي، الأستاذ مصطفى الزرعوني، الأستاذ حسن الهاشمي، الدكتور سعود المصيبيح، العميد حسن الشهري، الأستاذ نايف الحربي، وضيف أيضا البرنامج هذه الليلة مغاجي فضل مدير البرامج والإنتاج في قناة 24 هوسة التي تشاهدونها الآن على الشاشة، شعارها واضح باللغة الهوسوية. توفيق إن شاء الله. مالكنا يا سندنا بعد رب انت املنا، امر وتلقى الجموع تمشي لك بشوق وضوح. يا مالكنا يا سندنا بعد رب انت املنا، امر وتلقى الجموع تمشي لك بشوق وضوح. تنطق ايمان وشهاده، عزمهم يحمل زياده، غرّرك الغريب صرت في طوعه مجيب، الحر يلزم هالقصاص.